ترأست معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وأفضى الهيئة المشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، حيث أناب صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة معالي السيد حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة لافتتاح المعرض أمس بحضور معالي وزير الإعلام السعودي الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة. وبهذه المناسبة عبرت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن عظيم اعتزازها وتقديرها لاختيار مملكة البحرين ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب، مشيدة بدور وزارتي الثقافة والإعلام السعوديتين في النهوض بالثقافة المحلية والإقليمية. وأضافت معاليها: تقوم الثقافة بدورها في تأسيس حوار حضاري مع الآخر، وفي هذه المرة تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في سياق ثقافي موحد وتبادل مميز للحضور في المشهد الثقافي بين المملكتين. فاليوم مملكة البحرين ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب، وفي العام الماضي كانت السعودية ضيف شرف معرض البحرين الدولي للكتاب حين كانت المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية 2018. وأكدت معاليها على ما تتشاركه المملكتان من مقومات تاريخية وثقافية أصيلة وما تتمتعان به من علاقات أخوية عميقة وراسخة، مشيرة إلى أهمية استمرار التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين. كما أشارت معاليها إلى أن هيئة الثقافة ستعكس من خلال برنامجها غنى ثقافة البحرين عبر العديد من الأنشطة التي تقدم شخصيات ثقافية مرموقة وفنانين يبرزون جوانب مختلفة من مشهد البحرين الراهن. وتأتي مشاركة مملكة البحرين تجسيدا للعلاقات والروابط التاريخية المتميزة والقوية التي تربط ما بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للإرث الإنساني المشترك. وقد احتضن معرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة المملكة العربية السعودية كضيف شرف لتحل مملكة البحرين بحلتها الثقافية ممثلة بهيئة البحرين للثقافة والآثار هذا العام كضيف شرف في أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها الرياض بجناح يعكس ما تملكه البحرين من نتاجات ثقافية غنية ومتنوعة.